السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم كريم من عرب اكسبلويت. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجيسون ويب توكن، هنتعلم أكتر ونحل أكتر لابات عشان تبقى الفكرة واضحة بالنسبة لكم، وفي كام فكرة جديدة كده هنحاول نتعلمهم، بلس إن في AI تول نازلة جديدة اسمها شات GPT مكسرة الدنيا. هنحاول إن احنا نشوف إزاي احنا كبنتريشن تيسترز ممكن نستخدم تول زي دي تفيدنا اسهل بكتير ما نقعد نعمل سيرش على جوجل وندور على حاجات. تول عظيمة يعني، انا شايفها واحدة من اعظم التولز يعني اللي اخترعوها بعد التكييف. تمام، حابب افكرك بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو عجبتك الفيديوهات اللي فاتت، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحابب افكركم برضو ان انا بستخدم سوفت وير جديد في التسجيل وكده، فلو في اي مشاكل في الصوت او اي مشاكل في الصورة يا ريت تعرفوني عشان نحاول نتفاداها في المستقبل يعني. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة احنا الفيديو اللي فات هسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن، اتكلمنا عن الجيسون ويب توكن بتتكون من ايه، بتتكون من هيدر وبيلود وسيجنتشر، وعملنا كام اول 3 لابات اللي هو اللاب ده واللاب ده واللاب ده عشان نفهم بس ازاي احنا ممكن نباي باس شوية ريستريكشنز محطوطة على الجيسون ويب توكن، زي لو مش بيعمل اصلا فيريفيكيشن على السيجنتشر، او في فلو في السيجنتشر فيريفيكيشن، او حتى لو بيستخدم سيجنتشر ضعيف ازاي احنا ممكن نعمل لها بروت فورس عشان نستخدمها احسن وتبقى بالنسبة لنا افضل يعني. النهاردة ان شاء الله هنحل الـ3 لابس دول بحيث ان الفكرة تبقى اوضح، يلا بينا كده نبدأ بأول لاب نشوف هو عايز مننا ايه. هو ده اللاب اهو، تعالى كده على ما يفتح خلينا نشغل البيرب. بيرب سويت هنا كده بيقول لك لاب جيسون ويب توكن اوثنتيكيشن باي باس فيا جي دبليو كي هيدر انجكشن. نيكست ستارت البيرب. طبعا الفيرب اللي عندي فري كوميونيتي اديشن، فمش عارف هيبقى فيها الجيسون ويب توكن اوريدي موجود ولا لا. طبعا كل حاجة هنا راحت. تعالى كده ايه نظبط البيرب بسرعة بحيث ان هي تبقى واضحة. 20 وتشينج الفونت برضو خلي 18. اوكي، وتعالى برضو نعمل انستول للجيسون ويب اديتور. فين الجيسون، جيسون ويب اديتور انستول عشان يبقى جاهز معانا. وهنا اهو تمام، اتمنى ان هي كده الصورة تبقى واضحة مع ما فيهاش اي مشاكل. هنا كده انستول ده، هو ده جيسون ويب اديتور كيز. تعالى ننظف الدنيا، ديليت. اوكي انترودر بروكسي تمام. طيب هنا ادي الشات جي بي تي اهو، انا عملت عليه ساين اب، وهو بس كله بيطلب منك ايميل وموبايل نمبر، بس انا سمعت ان هو في مشاكل مش بيستخدم في مصر مش عارف ليه، فخلينا كده نجربه مع بعض ونشوف ازاي احنا ممكن نستفاد منه. خلينا بس ايه، ايوه كده عشان يبقى واضح اكتر. وهنا اوكي، هنا اللاب اهو، فين الجيسون اهو الجيسون، وادي اللاب تمام. اوكي هنا اول حاجة هو بيقول لك ال GWT header injection، بيقول لك this lab uses a GWT based mechanism for handling sessions. The server support GWK parameter in GWT header. This is sometimes used to embed the correct verification key directly to the token. However, it fails to check whether the provided key came from a trusted source ولا لا. يعني بيقول لك ان ده هيدر ممكن ان هو يبقى امبيدد في قلب الكي نفسه بحيث ان السيرفر يعمل منه فيريفيكيشن على طول. ممكن برضه نسأل عمه جي بي تي، شات جي بي تي، نقول له هنا وات از جي دبليو كي، هو جيسون ويب كي، جي دبليو كي بارامتر ان جي دبليو تي، ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. هو اتش هنا لان انا عامله فيك اكونت سام اخويا، انا عامل ايميل تاني فيك كده فمسمي نفسي فيه حسام برضو، بحيث ان انا بعمل بي ساين الحاجات اللي هي بتبقى عايزه اميديت ساين دي بعملها باي اكونت تاني غير الاكونت البرايفت بتاعي.
والاكونت بتاع الشانل. ما علينا، المهم in this context JSON web token JSON web key is a JavaScript object notation that presents the public key. It can be used to represent the symmetric key, a secret key shared by both sender and receiver. Symmetric key هنا or an asymmetric key private. JSON web key consists of set of key value pairs that define the properties of a key such as its type. والله حلو، شايف والداك سوليوشن اهو، هو هنا تقريبا لسه بيكتب حاجات، هو هنا حط كلها، ده الكي بتاعه اهو، فيعتبر يعني بيقول لك يعني ان هو ايه الجيسون ويب كي ده، ان هو كي ممكن تستخدمه عشان تعمل منه فيريفيكيشن للتوكن بتاعك. تمام، هو هنا عايز يحط الكي كامل وبيحاول ان هو يكتب لك الكي كله كامل. تمام، in this web key typically used to represent the public key of the entity that signed the GWT الاشور يعني بتاع الكي ده، لان احنا فهمنا ان السيجنتشر ممكن تبقى RSA عادي. تمام، فده ال GWT هو بارامتر في ال GWT. طيب احنا هنا ممكن ازاي نمانيبيوليت ال نستخدم او نستغل ال GWT ده؟ ممكن نخلي السيرفر نفسه لما بيجي يعمل فيريفيكيشن نحط له احنا الكي اللي يعمل منه فيريفيكيشن. تعالى كده نشوف ايه اللي ممكن احنا نعمله. خلي بس اللاب يفتح، تعالى ايه نشغل البيرب سويت. تمام، وهنا ماي اكاونت، ما تقوليش ان البروكسي هنا شغال، البروكسي مش شغال. اوكي ثانك يو، ونخش بعم الناس وينر بيتر دونت سيف. تعالى بقى نرجع على البروكسي كده ونشوف ال HTTP history اهو. تمام، ادي الماي اكاونت، لما جيت عملت بيه لوجن وينر بيتر عمل لوجن. تعالى سنت ريبيتر زي ما احنا متعودين، تعالى على الريبيتر، اتمنى نبعت بيز ريكويست. تعالى نعمل زوم كده، هنغير دي طبعا نخليها ادمن، وممكن باقي نجرب الحاجات اللي احنا جربناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اللي احنا هنا غيرنا الوينر، خلينا هنا نغير وينر خليه ادمنستريتور، ونبعت نحاول نعمل بالنان الجوريزم اتاك بوز نان. ممكن مثلا لو احنا الار اس اي هيبقى صعب شويه نعمل لها بروت فورس، بس ممكن ناخد الكي ده نحاول نعمل له بروت فورس. بس هنا كل ده مش هيشتغل، هو هنا الفكره ان احنا نضيف هيدر نخلي التوكن ده لما يجي يعمل اوثنتيكيشن يعمل اوثنتيكيشن بالهيدر ده من الهيدر هنا كده. تمام، فاول حاجه احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نكاريت كي نعمل بيه ساين للبتاع ده. اول حاجه كده تعالى نكاريت كي، نقول له نيو ار اس اي كي، ونقول له جنريت، ادي الكي اهو، نقول له اوكي. تعالى بقى نغير ونعمل ساين بالكي اللي احنا عملناه ده، فين ريبيتر، غير دي خليها ادمنستريتور، ادمنستريتور، وهنا ساين بالكي بتاعنا اوكي، ونعمل سنت. not solved بيقول لك الادمن انترفيس only available if logged in as administrator. هنا الكي ما تحلش ليه؟ لان انا الكي بتاعي مختلف عن الهيدر اللي انا حاطه، المفروض ان انا ازود الهيدر بتاعي هنا. فانا هنا اعمل ايه؟ بدل ما هعمل ساين هقول له اتاك، واقول له امبيد الجي دبليو كي بتاعي. شايف الحته دي اللي هو امبيد الجيسون ويب توكن اللي انا حاطه، الجيسون ويب كي. لو دوست امبيد جيسون ويب كي هيقول لي اختار الويب كي اللي انت حطيته اللي هو ده اللي احنا لسه عاملينه جنريت. اوكي، خدت بالك ايه اللي حصل؟ الكي اي دي ده اتغير واتحط الجي دبليو كي اللي احنا لسه عاملينه من هناك. لو جيت هنا على الجيسون ويب اديتور هتلاقي ان نفس الكي ده اتحط في الهيدر، نفس الحاجات اللي موجوده هنا دي. تعالى اكبر الصوره معلش، شيل بقى البوتون ده. اوكي، الكي دوت حصل له امبيد في التاج ده في الجيسون ويب كي ده. تمام، لما عملت له اتاك دوست هنا اتاك وقلت له امبيد الجيسون ويب كي اللي انا حطيته.
تمام. طيب تعالى نعمل سند كده ونشوف ايه اللي حصل. My account only قال ان only ده اللي لازم تعمله. فانا المفروض كان من الاول اعمل كده، فانا هحتاج ان انا ارجع من الاول لان انا اوريدي عملت له ساين بالكي. فانا ايه المفروض ان انا هرجع من الاول خالص على البيز ريكويست اللي انا بعتها اللي هي ماي اكونت اللي فيها الجيسون ويب توكن كي العادي، واقول له سند. وبعد دي اقوم جاي مغير الوينر لادمنستريتور من استريتور، وبعد كده اقول له امبيد الجيسون ويب كي بتاعي، بعمل لها الساين بالكي اللي انا حطيته، اقول له اوكي ونبعت سند ونشوف كده ايه اللي هيحصل. سند تمام. فتح لك الادمن بانيل اهي، باينه ولا لا؟ مش عارف بصراحه اذا كانت باينه ولا لا. هنا اهو فتح الادمن بانيل اهو. لو عملت لها ريندر المفروض ان هو هيعمل لها ريندر ويجيب لي الادمن بانيل بتاعتي، لان انا كل اللي عملته ايه ان انا عملت امبيد للجيسون ويب كي بتاعي. يعني هنا عملت امبيد للجيسون ويب كي بتاعي، ولو خدت بالك برضو الكي اي دي اتغير من دي، حط الكي اي دي بتاع انا هنا قام حطه هنا، اللي هو بمعنى اصح الكي اي دي بتاعك اهو ده الجيسون ويب كي بتاعك اهو. انت ما تروحش تشيك عندك، انت اعمل التشيك من هنا وفتح لي الادمن بانل ويوزر نيم ادمنستريتور عادي جدا اهو. تعالى بقى نمسح عمو كارلوس فين. بريتي يا عم كارلوس، المفروض اروح بقى على هو هنا في ماي اكونت. تعالى كده نروح على الادمن بانل ادمن اوف ثواني فول، نروح على الادمن من هنا سنت ادي فتح لي كارلوس. تعالى نمسح كارلوس عشان يبقى كنترول سي، وهنا نحطه عشان التشالنج يتحل. سند كده ال 302 فاوند، لو رحنا ادي التشالنج بتاعك اتحل اهو. فهنا كل الفكره ان احنا عملنا ايه، ان احنا عملنا جنريت للجيسون ويب كي. بعد ما عملنا له جنريت عملنا له امبيد في قلب الجيسون ويب توكن بتاعنا في الريبيتر هنا تمام. سوري يا وحشة، عملنا له امبيد في قلب الكي بتاعنا اهو، وهو من نفسه غير. يعني انت مش عايز تستخدم ممكن تكاري انت الكي، بس خلي بالك ان انت لازم تغير الكي اي دي اللي عندك هنا تحطه هنا في نفس المكان عشان يقبل منك تمام. اتمنى ان فكرة الجيسون ويب كي دي تكون واضحة. انت بس كل اللي بتعمله بتمبيد الكي بتاعك في قلب السيشن، في قلب الجيسون ويب كي، وشاف قلب الجيسون ويب توكن، وبعد كده بتبعته والسيرفر نفسه بيفيريفاي من هنا من الكي اللي انت بعته له تمام. تعال نشوف اللاب اللي بعده ونشوف كده ايه اللي هو حاطط لنا. ثانك يو جيسون ويب كي. تعالى بقى ايه على مايلود البيرب مش شغال. تعالى نشوف بقى اللاب اللي بعده، بيقول لك جيسون ويب توكن اوثنتيكيشن باي باس VHC JKU header injection. طيب هنا كده بيقول لك اهو JSON Web Token Authentication Bypass via JKU header injection. طب ايه ال JKU ده؟ This lab uses JWT based mechanism for handling session. The server supports JKU parameter and JWT header. However, it fails to check whether the provided URL belong to trusted domain before fetching the key. To solve روح على الادمن وامسح لي برضو كارلوس وخد لوجن بوينر وبيتر. طيب تعالى كده ايه ندخل عليه، على ما ندخل تعالى نمسح اللي ظاهر هنا في الهيستوري عشان ما يعملناش مشاكل. ادي الهيستوري اهو. delete selected items yes، وتعالى نروح على ده هنا when login bwinner beater winner beater login.
تمام. هنا المفروض دخل اهو. لو رحنا على البيرب، ادي البيرب اهو، ده الكي بتاعي. تعالى بس ايه، تعالى ايه ده، ايه هو الجي كيو ده؟ تعالى برضو نسأل برنس عم الناس شات جي بي تي، وات از جي كيو كليم ان جيسون ويب توكن. نشوف هيقول لنا ايه الجي كيو ده، بيستخدم في ايه، نفهم منه ايه. يمكن يقول لنا حاجة احنا مش عارفينها، او نف يعني الاي اي ده بصراحة انا بقالي كام يوم بستخدمه، موفر عليا حاجات كتير قوي. بس هو ساعات بيحس كده بيهيس، او مش بيهيس، هو بطيء يعني، هو مش بطيء، هو ممكن دي عشان دي في ام هو بطيء فيها، لكن ممتاز يعني. انا انصح اي حد ان هو يعمل ساين اب ويجربه، في بقى حاجات كتير قوي ممكن تعملها بيه يعني، مش بس تستخدمه كبنتستر يعني، ممكن تستخدمه في حاجات كتير قوي يعني، مثلا تيتش مي كذا، سامرايز كذا. هنا هو اللي قاله لك، قال لك الجي كي يو جيسون ويب كي سيت كليم is an optional claim in JSON Web Token، يعني ده option ممكن تحطه ممكن ما تحطوش. بي specify ال URL of a JSON Web Key Set document that contains a public key used to verify a JSON Web Key Signature. يعني ال GQ header ده بيقول للسيرفر، لما تبعت له انت ال JSON Web Token بتاعك، بيقول للسيرفر انت تروح تشيك على الكي ده فين، زي ما انت شايف بالمنظر هنا ده، بتحط له ال GQ ويقول له يروح يشيك على الكي دوت هناك في الـ في الـ في الويب سايت ده كونتين. والكي ده بقى كونتين سيت اوف بابليك كيز ريبريزنتد ديشن ويب كي كان بي يوزد باي ان ابلكيشن تو اوبتين بابليك كي نيدد تو فيريفاي السيجنتشر، عشان يعمل فيريفيكيشن للسيجنتشر. اتس تيبيكلي انكلودد في الهيدر اند اتس فاليو از يو ار ال ذات بوينتس تو ذا دوكيمنت اللي فيه الجي كيوز. وان ان ابلكيشن ريسيفز جيسون ويب توكن وذ جي كيو كليم، ات كان يوز ذا يو ار ال تو ريتريف ذا جيسون ويب كي سيشنز اند فايند ابروبريت بابليك كي ذات الاو ذا ايشور. يعني هو من الاخر جي كيو بتحطه بتسيت اليو ار ال اللي انت عايز منه، السيرفر اللي بيوصل له الجيسون ويب توكن ده لما يجي يعمل فيريفيكيشن على السيجنتشر يروح للويب سايت ده يعمل منه فيريفيكيشن، او من المكان اللي محطوط في الجي كيو ده يعمل منه فيريفيكيشن. ادي فكره الجي كيو. فاحنا هنا ممكن نستغل الكلام ده ازاي، ان احنا نحاول، تعالى كده ايه، اوه ما تهزرش ايه ده يا عم، ده الشات جي بي تي راخر طلع بيستخدم جيسون ويب توكن، يا اما حسن الصدف. طب ايه نعمل معاه حته جيزه كده ولا بلاش يا عم؟ لايها شايف الجيسون ويب توكن بقى بتاعه ايه، دايركتلي امبيدد كي سايفر تكست. باك اند اي بي اي مودريشن بوست. تعالى كده نشوف ده بيقول ايه. ريبيتر جيسون ويب كي directory encryption A256 embedded key. بلاش بلاش يا كريم، يا حد يا اولاد يعمل كراك للجيسون ويب توكن ده. طبعا الموضوع يبقى مستحيل، شايف اصلا الكوكيز عامله ازاي. هو مفيش حاجه مستحيله، بس هي يعني مش اقول لك يعني كده ازاي يعني. ده هو الجيسون، ده الجيسون ويب كي اهو، فاهم؟ شايف السيجنتشر قد ايه. طيب خلينا في اللي احنا فيه، تعالى نروح على الاكاديمي هيدر هنا، سنت تو ريبيتر هنا اهو. تعالى جيسون ويب كي بتاعك، ادي الكي سيشن اي دي، وادي الالجوريزم اللي بيستخدمه، وادي الاشور، وادي السيجنتشر بتاعك. طيب هنا احنا ممكن نعمل ايه؟ تعالى انت ممكن تمشي بقى بالخطوات اللي احنا عارفينها خالص. ادمن سند، هيقول لك هنا ان الادمن انترفيس ده اونلي اكسسبل اف يو لوجد ان از ادمنستريتور. ممكن بقى تمشي واحده واحده، تغير دي تخليها وين، تغير ادمنستريتور، تجرب بالنون اتاك، تحاول تبروت فورس السيجنتشر. بس احنا هنا تحاول تغير، تحط الجيسون كي الجي كي اللي احنا لسه عاملينها تجرب بيها. بس هنا هو مش عايز كده، هنا احنا هنقول له ادمنستريتور اللي انت بتعمله ايه، ده كده ادمنستريتور اهو، تمام. المفروض بقى ان احنا نروح
هنا كده نكريت ديسن ويب كي تاني جنريت. اوكي، وتعالى كده المفروض ان احنا ناخد ده كده. هنا هو مديك اكسبلويت سيرفر عشان تحط فيه الكي بتاعك، بس انت لو عندك السيرفر بتاعك او حاجة ممكن تحط فيه الكي عادي. انا نروح هنا اعمل زوم عشان مش واضح قوي. المفروض بقى ان انت هتيجي في البودي تحط له كي. هنا اعمل زوم بالمنظر ده كده، هتيجي هنا هتقول له كده دي الكيز بتاعتك، هنا كده المفروض ان هو هيتشيك على الكي من هنا، وناخد الكي اللي احنا عملناه كده ده كده ناخده زي ما هو اللي احنا لسه عاملينه جنريت كوبي، ونروح نحطه في الاكسبلويت سيرفر هنا كده. ده الكي بتاعنا اهو، حطيناه في الاكسبلويت سيرفر ده. والمفروض بقى ان احنا ستور، تمام. تعالى كده ايه نشوف الكي فيو الاكسبلويت. شايف ده كده الكي بتاعك اهو، ادي كيز اهي. المفروض ان انت هتحط له بقى الجي كي يو اللي هو يروح الفايل المفروض يروح يتشيك منه. المفروض بقى ان احنا نروح لده. اول حاجة تعالى نمشيها بقى ايه واحدة واحدة كده. هنا ده هنقول له اوكي شكرا، وتعالى نروح على الريبيتر. المفروض ان احنا هنا نضيف له جي كي يو هيدر، تمام. نقول له فيه روح شيك على الكي في اليو ار ال بتاع الاكسبلويت. مفهوم الفكرة؟ يعني انت هنا السيرفر هيوصل له الجيسون ويب كي ده، الجيسون ويب توكن ده، المفروض ان هو يعمل فيريفيكيشن على السيجنتشر. فانت بتحط له هيدر بتقول له لما تعوز تعمل فيريفيكيشن على السيجنتشر روح للويب سايت ده اللي هو انت اصلا حاطط فيه سيجنتشر فاكسانه. احنا هنساين بيها الكي بتاعنا دلوقتي، تمام. فدي بقى ممكن نعملها ازاي. اول حاجه هنا الادمنستريتور، خلينا نعمل زوم بس بوتوم ليفت، لا مش بوتوم ليفت، توب ليفت. هنا كده اول حاجه المفروض ان انت هتقول له هنا تعالى مومبي حط لي الجي كي يو هنا كده، وهناخد اليو ار ال بتاع الاكسبلويت سيرفر ده نحطه هنا زي ما قرينا هنا كده. يبقى انا هنا بقول له زي ما شفنا في الشات جي بي تي هنا، لو عايز بتحطه بالمنظر ده جي كي يو، وتحط ال يو ار ال بتاعك اللي انت عايز الجيسون ويب توكن ده لما يوصل للسيرفر يعمل تشيك منه، تمام. طيب وبعد كده هنا الجيسون ويب كي اهو. بعد كده بقى المفروض ان انت تعمل ساين للتوكن ده، اديك حطيته اكسبلويت ادي ادمنستريتور. تعالى ايه نعمل له ساين بالكي بتاعنا اللي هو الكي اللي احنا حطيناه هناك، تمام. واقول له اوكي كده عمل له ساين. لو خدت بالك ان هنا اتغير، تعالى نعمل سند كده ونشوف ايه اللي هيحصل. سند، ادي الادمن انترفيس برضو لسه محتاج ان انت تعمل له موديفيكيشن، ما فتحتش معاك. طب يا ترى يا هل ترى ليه ما فتحتش؟ ممكن انا مثلا حطيت الكي غلط. تعال نجرب نحط الكي تاني في الاكسبلويت سيرفر، كوبي از جيسون ويب كي. تعال نروح على الاكسبلويت سيرفر، فين فين اهو، باك شيل يا عم كل ده. وده كمان قول له كنترول في. انا كده عملت له كوبي از جيسون ويب كي، تمام. واقول له ستور،
وتعالى برضو هنا نروح على الريبيتر، نرجع لحد اول واحدة خالص ادمن اهي، وهنا نحط بدل وينر نغيرها نخليها ادمنستريتور. اتمنى انها تبقى واضحة هنا كده اهي. وهنا المفروض نقول له جي كي يو بيساوي، واحط له الاكسبلويت سيرفر بتاعي فين، فيو اكسبلويت كنترول سي، ونروح نحطه له هنا كنترول في كده تمام. تعال نكبر تاني، نروح على بدل توب ليفت بوتوم ليفت. هنا بقى المفروض ان احنا نعمل ساين تاني، فهنا لو جينا نقول له ساين بالكي الجميل ده اوكي تمام. في حاجة تقريبا انا مش واخد بالي منها، تعالى كده انا عايز اشوف حاجة، خلينا نقفل دي. تعالى كده ده الكي اي دي، متهيألي الكي اي دي ده مختلف عن الكي اي دي تاني اللي موجود في الكي اللي انا لسه حاطه، فالمفروض ان انا اغير الكي اي دي ده برضو. لو جيت هنا باك هنا كده، فين الكي اي دي، شايف الكي اي دي ده غير التاني، شايف ده غير ده، المفروض ان انا اغير الكي اللي هناك احط نفس الكي اي دي ده. طيب امسح كده ده كده كل ده، وهات لي الكي ده كده كنترول سي، وتعالى اروح على الريبيتر احط الكي اي دي ده ثاني، المفروض احط الكي اي دي ده هنا كده عشان لما يروح هناك يشيل ادي الاي دي بتاعك وادي السيجنتشر بتاعتك. انا هنا بغير كل حاجه، الكي اي دي غيرته واعمل تشيك من الاكسبلويت سيرفر ده، وهنا اخر حاجه هقول له ساين تاني عشان، ولا لو عملت ساين تاني انا عملت لها ساين مره، تعالى بدل ما اقول له ساين تعالى نبعت ولو في حاجه نجرب تاني. تعالى بس اكبر الصوره سند كده ادمن انترفيس اونلي، مفروض اعمل له ساين تاني. طيب تعالى اعمل له ساين تاني ساين اوكي سند اهو فتح معانا تمام. يبقى هنا المفروض ان انا كنت اعمل يعني اعمل حاجتين، اول حاجة اضيف الجي كيو هيدر ده اللي هو هنا هنا كده اضيفه عشان لما الجيسون ويب توكن ده يروح للسيرفر يقول له اعمل تشيك من اليو ار ال ده على الجيسون ويب توكن ده. تاني حاجة اغير الكي اللي هنا اخليه نفس الكي بتاع الجيسون ويب كي اللي انا عملت له جنريت، لان هنا الكي مختلف، فلما هيروح يعمل تشيك في السيرفر هنا لان الكي مختلف فمش هيعمل تشيك من السيجنتشر دي، الكي هنا مختلف، فالمفروض ان انا كنت اخد الكي ده اغيره احطه هنا برضو تمام. ولما عملت له ساين تاني وبعته اشتغل معايا اهو ادمن سلاش ديليت، وكده انا دخلت على الادمن بانل. طيب تعالى امسح بقى اليوزر كارلوس كده كنترول سي، تعالى على رو هنا في الادمن كنترول في سوري زد، عايزين نروح لدي بس كنترول سي، شيل لي بقى الادمن ده خالص وحط لي كارلوس امسحه سنت مسح اتمسح. ولو جيت شفت الاكسس لوجز في هنا جيت الاكسبلويت اهي، اليوزر ايجنت جيت فايرفوكس مش عارف ايه
يوزر ايجنت فايرفوكس. يعني المفروض بقى ان هو كده جه عمل تشيك من هنا، بعد ما عمل تشيك شاف نفس الكي اللي عنده وادي الفيريفيكيشن، قام عامل لها باوز مفيش مشكله، ومسحنا اليوزر كارلوس عادي. تمام، اتمنى الفكره بتاعته كده تبقى واضحه. تعالى برضو نحل تالت تشالنج عشان نبقى يعني فاهمين اكتر ايه اللي بيحصل. يعني هنا اول واحده الجي دبليو كي هيدر، انت بتحط الكي دايركت في الهيدر بتاعك. تاني واحدة الجي كي يو هيدر، انت بتقول له روح تشيك على الكي ده في ويب سايت تاني، بس ان احنا نشوف هنا ايه اللي بيحصل. تمام، هنا بقى بيقول لك هيدر بوست ريفرسال. طيب تعالى كده نعمل نفتحه ونشوف عايز مننا ايه. هنا بيقول لك this lab uses JSON web token based mechanism for handling sessions in order to verify signatures. The server uses the KID parameter in JWT header to fetch the relevant key from its file system. Okay. To solve the lab for JWT header gives you access to the admin panel slash admin at يبقى هنا ده نفس الكلام. سوري. المفروض ان احنا بقى ندخل هنا كده. يبقى هنا بيستخدم الكي اي دي بارامتر عشان يفتش الكي من الفايل سيستم بتاعه. طيب تعال نشوف احنا ممكن نستغل حاجة زي كده ازاي. فتح. تعالى نقفل دول مش محتاجينهم عشان ايه. وهنا تعالى ننظف الهيستوري. جميل ان الشات اي بي تي اوثنتيكيشن سيشن سن ويب توكن كريبتد. ما علينا اكسلنس. الواحد بس ايه لو ما كده عارفين الايدنتيتي بتاعتي، فمش لازم ايه نعمل فيها فلاحيص. يس شايف اليوتيوب شغال. ديليت ايتم. يس. وتعالى بقى ايه اول حاجه اللي احنا متعودينه، نلوجن بعم وينر بيتر. وينر بيتر لوجن دون سيف. تعال نروح نشوف اهو انتر بيتر يبعت لنا بيز سند عشان تبقى معانا لو احتاجناها. وهنا ممكن بقى نمشي الخطوات بتاعتنا العادي. ادي ادمن اهو، ادمن سند، ما عملش اي حاجه. لو رحنا على جيسون ويب توكن ويب كي هنا اهي. طبعا في واحد ممكن يقول ان ده اتش ماك، نحاول نعمل له بروت فورس، واي نوت، ممكن تجرب عادي. او تجرب بقى الحاجات العاديه، النان تحط جي كي يو جي. يعني انت ممكن بقى تمشي واحدة واحدة كده وراها وتشوف ايه اللي المفروض تعمله بالظبط يعني. تمام، بس هنا الفكرة ايه؟ هنا بيقولك ان الكي اي دي ده بيستخدم من خلال السيرفر اللي بيوصل له التوكن ان هو يروح يفتش السيجنتشر من الفايل سيستم عنده. انا هنا ممكن استغل بقى حاجة زي كده ازاي. هنا كده ممكن استغل حاجة انا زي كده ازاي. اول حاجة انا هنا ممكن اخليه يروح يفتش فايل مش موجود. ايه اللي هيحصل مثلا لو خليته يروح يفتش فايل مش موجود؟ المفروض ان هو هيرجع له النال بايت اللي هي ما فيهاش اي حاجه. طيب النال بايت دي هل ممكن ان احنا نستخدمها كسيجنتشر ولا لا؟ فاهم يعني هنا الفكره ايه؟ ان هو بيروح يدور في فايل عنده عشان يعرف اذا كان الكي ده صح والسيجنتشر صح وكل حاجه مظبوطه ولا لا. طب انا لو بطريقه ما خليته يروح يدور في فايل اصلا مش موجود، المفروض هيرد عليه بالنال بايت. لو مش عارف النال بايت هسيب لك تحت في الديسكريبشن برضو الـ ربنا الفيديو بتاع اللوكال فايل انكلوجن دايركت ترافيرسال، كان فيه الحته بتاعه النال بايت دي، ارجع شوفها فيه هتفهم انا قصدي ايه. تمام، فالنال بايت دي المفروض ان هو لو رد بيها يجي يعمل فيريفيكيشن ما لاقيش الفايل ونال ونال، فتلاقي الدنيا ايه فتحت معاك مره واحده كده. طيب دي احنا اصلا ممكن نستخدمها ازاي؟ يعني انت اصلا ممكن
اي فايل انت مش عارفك ان لما تروح تدور على فايل مش هتلاقيه. هنا مثلا تعالى مثلا قلت له ايه كات سلاش ديف سلاش النل، شايف ما فيهوش حاجه، ده كده فايل مش موجود او حاجه مش موجوده، ولا طلع لك ايرور ولا طلع لك اي حاجه. فانا لو عملت له مثلا cd cat cd sorry slash dev وقلت له ls dash lah، شايف النال ده؟ ده النال فايل اهو، تمام؟ ده اصلا ما فيهوش حاجه، بس فايل اوريدي موجود، بس لما تيجي تعمل له كات الفايل ده ما فيهوش حاجه، فانت كانك بتعمل كات لولا حاجه موجوده اساسا، تمام؟ فاحنا هنا محتاجين ان احنا اول حاجه طبعا ان احنا هنجنريت كي. هنا كده هنقول نيو ار اس اي كي، لان هنا نيو ار اس اي كي ولا نيو سيمتريك كي. تعالى كده نشوف في الريبيتر البتاع معمول ايه، لو اتش ماك، لان هي انا فاكر ان هي اتش ماك، خلاص دي المفروض نعملها نيو سيمتريك عادي. نروح على جيسون ويب اديتور، نيو سيمتريك كي جنريت، تمام. تاني حاجة هنغير بقى الكي دي، مش عارف هي كده واضحة ولا لأ، هنعمل زوم. المفروض بقى ان احنا هنغير دي ببيس 64 انكودد بتاعت الكي. فاكر اللي احنا عملناها في لاب 3 لما طلعنا الكي وعملنا جنريت لواحد جديد وحطينا الكي فيه بيس 64 انكودد؟ المفروض ان احنا هنحطها هنا كمان. طيب هو ايه البيس 64 انكودد بتاعت النال بايت؟ ايه اللي يمنع ان احنا نسأل عمو شات جي بي تي؟ تعال نسأله، نقول له هنا كده مثلا give me base 64 encoded null byte. refresh ولا تزعل نفسك. What is base 64 encoded for a null byte؟ المفروض يطلع لي بقى base 64 encoded لل null byte دي، وده ما يمنعش ان هو ممكن يديني يعني فكرة بسيطة كده اللي هي ايه النال بايت، واحنا ازاي واللي بنستخدمها وبتعبر عن ايه. سواء لو انت بتستخدمه على الويندوز بتلاقيه بيطلع لك كل ده وهو بيكتب واحده واحده، بس شايف انا اول مره استخدمه على لينكس بتلاقيه بيقوم بيطلع لك الاجابه كلها مره واحده، مش عارف ليه. سوري. يلا يا عم شات جي بي تي، اه في الحقيقه مش بطيء كده يعني، او في العادي ما بقاش بطيء كده، بس ممكن بقى تلاقي اللود عليه كبير او حاجة، لان هو في الاول بيقول لك مليونز بيستخدموه. شايف هنا بيقول لك base 64 encoded representation of the null byte is AA equal equal base 64 each 3 bytes of an input data are represented by 4 bytes مش عارف ايه is 0 set to 0 is represented by single byte base encoding the single byte اللي هي two equal signs and indicated represent single byte to encode full. ممكن برضو تاخد ده عندك. You can use base 64 encoding function or tool such as base 64 command line utility in function in JavaScript. For example, you could use the following commands with the base 64. طيب المهم ان هو بيقول لنا ان دي الفاليو بتاعتك ايه ايكوال ايكوال، فاحنا المفروض ناخد دي كده كوبي ونروح نحطها في الكي الجميل بتاعنا، تمام. امسح بقى كل ده، كنترول في واقول له اوكي. كده احنا عندنا الكي جاهز اهو اللي فيه النال بايت بتاعتنا، تمام. تاني حاجه بقى المفروض نعمل ايه، نروح على البروكسي سوري نروح على الريبيتر، نغير طبعا وينر نخليها ادمنستريتور، ادمنستريتور. وهنا في الكي اي دي انا عايزه ان هو يروح لل سلاش ديف سلاش نل، بس طبعا هعمل زي دايركت ترافيرس كده عشان اتاكد ان هو يروح له، والله اعلم احنا فين جوه السيرفر،
بحاول ارجع كام خطوة لورا كده عشان نعرف نوصل له. دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش برضو دي هتلاقيها موجودة في الفيديو اللي انا سيبهولك تحت في الديسكريبشن، اللي هو بتاع دايركت ترافيرسال او اللوكال فايل انكلوجن دوت دوت سلاش ديف سلاش نال. تمام، وبعد كده برضو نعمل لها ساين بالكي اللي انا لسه جايبه. اوكي، واقول له سنت الكي اللي انا لسه عامله. سوري، شايف فتح حالك اهو. يبقى هنا كل اللي انا عملته، انا قلت له انت بتشيك من عندك، روح شيك لي من الفايل ده، وفي الفايل ده هيرد عليه بنل، والنل دي انا حاططها له في الكي. فكده بالنسبة للسيرفر اللي بيعمل تشيك على الجيسون ويب توكن، كل حاجة بالنسبة له صح. فقام فاتح لي الادمن بانل. تمام، وهنا بقى هروح امسح كارلوس، كنترول في سند كده. مسحه ولا ايه الكلام؟ اهو ده اللاب سولف ده. تمام، يعني انا هنا كل اللي عملته ان انا قلت له يروح يشيك من النل، من النل فايل ده، وعملت انا جنريشن لكي، حطيت فيه الفاليو بتاعت الكي اللي هي النل اللي هترجع له بيس 64 انكودد. تمام، فهو بالنسبه للسيرفر اللي عمل فيريفيكيشن على الجيسون ويب توكن، فبالنسبه له عادي بقى، عادي، يبقى انت كده اوثرايزد وكله تمام. تمام، اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا بستخدم سوفت وير جديد، يا ريت لو في اي تعليقات على الصوت او الصوره عرفوني، سيب لي تحت في الكومنتس، ولو عندك اي سؤال برضو سألهوني في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.